مسي عليك بالخير يا ابو ناصر. بالخير ابو طلال، شلونك يا الغالي؟ بشرني عنك، ساكم طيبين؟ الله يحفظك يا الله. شلون القهوه وياك؟ تمام طيبه. احنا صراحه بدورنا نشكر يعني رور كافيه على اتاحتهم لنا الفرصه في ان احنا نتناقش ونتحاور ثقافيا وادبيا، وما شاء الله هم متواجدين يعني بالكافيه هني في مجمع اولمبيا في السالميه. ابو ناصر قبل فتره قاعد نتناقش مع مجموعه من الشباب وقاعد نتكلم عن الفلسفه كعلم الفلسفه اساسه، منو الناس اللي انشروه فكرته. دائما الواحد لما يدش بموضوع يمكن مو موضوعه يقول لك اسكت يا معود لا تفلسف، ها؟ واذا شافوا واحد قاعد يسولف بزياده قالوا يا معود هذا قاعد يتفلسف. فاحنا يعني ودنا نتكلم عن الفلسفه كعلم، منو اللي عندنا اللي اصل هذا العلم؟ مو من اللي عندنا اصل هذا العلم، لكن اللي تكلموا فيه الفلسفه سواء الفلسفه والفلسفه الاسلاميه هم كثر. نعم. والفلسفه هو علم الكلام، وفيه كلام يعني طويل، بعضهم من راى ان الواحد يبتعد، بعضهم من راى لا والله تاخذ وتبتعد على حسب، بعضهم يرى لا انك تدرسه حتى ترد، لان بعض علم الكلام فيه وعليه. نعم. فهو علم كبير، وهناك من كتب رواياته، كتب كتبه وضمن الفلسفه، يعني مثلا في كتاب اسمه عالم صوفي، هي عباره عن قصه يتكلم عن قضيه الفلسفه وبدايتها والى اخره. هناك من المؤلفين سواء كانوا معاصرين وغير، من نديم الجسر مثلا، مثل مجموعه من المؤلفين يتكلمون عن الفلسفه. ممتاز. ومحبين الفلسفه. لكن يبقى السؤال، احنا عندنا ضيف. اي نعم. يدرس دكتوراه ويحضر دكتوراه في الفلسفه، وعنده كثير من المؤلفات تنوعت في مجالاتها، وضمنها ايضا بعض الروايات اللي دخل فيها الكلام عن الفلسفه. فضيفنا اليوم هو محمد البغيلي، وهو ايضا عضو في رابطه الادباء وماسك المكتب الثقافي في رابطه الادباء، واتوقع هو خير من يجيب عن اي. والله احنا عيال كذي يعني، حتى راح نكون مع مشاهدينا الكرام، ما يعني ناخذه بعد هذا الفاصل باذن الله، وبعدها راح نلتقيكم مع ضيفنا الكريم. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم في فقرتكم، فقره المؤلف والكتاب. وضيفنا اليوم هو محمد حمود البغيلي، اديب وشاعر، له العديد من المؤلفات سواء كانت روايات او كانت في الفلسفه او في عده مجالات، سواء ايضا في السياسه. وهو ايضا رئيس القسم الثقافي، او رئيس القسم الثقافي في اللجنه الثقافيه في رابطه ادباء الكويت، وتحضر دكتوراه في الفلسفه. والله توني بادي في المشوار هذا، وان شاء الله بدعائكم ان شاء الله الله يوفقنا ان شاء الله. احنا نرحب فيك في البدايه، وحياك الله في. الله يخليك، ويسعدني اني اكون وياكم، وان شاء الله اني اكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله. وحنا نقول هذا الشبل من ذاك الاسد. حمود البغيلي ايضا الوالد ما شاء الله شاعر معروف، وله قصائد لا زلنا يعني في وجداننا نحن نسمعها وتمر علينا. ولا زال في تويتر بعد موجود، لا زال يعني في وجدان الالكتروني والتواصل الاجتماعي. نعم. موجود بعد. اسال الله ان يطول عمره ويبارك لك ويبارك له. نبدا معاك احنا في سؤالنا الاول. احنا سوينا مدخل حينما عرفنا عنك، وسالني ابو طلال قبل شوي عن الفلسفه، فقلت انا خير من يجاوب، وهو ضيفنا اليوم يتكلم عن الفلسفه وهذا تخصصه. ناخذ نبذه في البدايه بحكم تخصصك. باذن الله. انا يعني قصتي مع الفلسفة بدأت في الجامعة في أول سنة. أول سنة حاولت في الجامعة تخصص إعلام، فما قدرت لأني طالب كلية آداب. فقالوا لازم تأخذ تخصص مساند عشان تأخذ مواد. فأخذت الفلسفة مكرها كتخصص مساند. ما أبيها بالمرة. سبحانه. ف
فقدر الله أني أتخصص علوم سياسية، انتقلت علوم اجتماعية، كلية العلوم الاجتماعية، وتخصصت في العلوم السياسية ودرست الفلسفة مجبر ومكرها، يعني مجبر بحكم القواعد واللوائح الجامعية. مع الأيام صارت في ألفة مع أساتذة الفلسفة، مع مواد الفلسفة. طبعا نتكلم عن مواد الفلسفة، يعني أصعب الأسماء اللي ممكن تثير السخرية في المجتمع الكويتي، أفلاطون، أرسطو، قاعد تفلسف، السوفسطائي، يعني هذه مصطلحات للسخرية كنا نقولها يعني في المدرسة. لكن من خلال هؤلاء عشقت الكتابة، ملت إلى الأدب، حاولت أن لا أكون مقيد في تفكيري، في كتاباتي، في أنشطتي الثقافية والإعلامية والسياسية اللي كانت مواكبة مرحلة الجامعية. أنا في الجامعة كنت صحفي في جريدة القبس، وبعدين في آفاق الجامعية، وأيضا كنت منظم للأسبوعات الشعرية، وبنفس الوقت كنت أشتغل مع القوائم ولي حركة في هناك أدباء عنده فلسفة، ودائما يمكن الأدب التاريخ يقترن فيه الفلسفة، العلوم الإنسانية تلقاها داخلة، ولأن فيها يعني نوع من العمق عند الأديب. هل وجدت شيء مكمل لحبك للأدب في فن الفلسفة؟ نعم، أو في مجال الفلسفة؟ شوف، الفلسفة والأدب أحيانا لا يفترقان، ولكن الفرق أن الفلسفة أمر عقلي تخوض في العقلانيات، بينما الأدب يخوض في الوجدانيات. ولكن نفس الوقت في نقول يعني في عاطفة عقلانية وفي عاطفة مجنونة بلا عقل، فأنت محتاج للفلسفة في تحديد مسارات العاطفة، في ضبط العاطفة، ومحتاج أيضا للأدب في أنك لا تنسى الجانب الإنساني. أحيانا لما يقول لما تستخدم العقل تكون براغماتي، يعني عملي واقعي، ما في خالي من المشاعر ولا حاسيس، فهذا يكمل هذا. وأحيانا في فلاسفة أدباء، وفي أدباء فلاسفة بحكم عباراتهم، بحكم أقلامهم، بحكم معيشتهم للحياة. ذكر يعني منهم زكي نجيب محمود، وهم من مؤسسين جامعة الكويت، يعني يسمى أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. فيلسوف الأدباء، يعني صحيح، صدقت، لديه من هذا. يعني على فكرة جامعة الكويت في قسم الفلسفة أشهر فلاسفة العرب درسوا فيها. عجيب. ومن ضمنهم أعتقد الحين موجودين الدكتور فهمي جدعان والدكتور عزة قرني، وهذه الأساتذة لهم وضعهم الله يرحمه أحمد الربعي. نعم. ونائبة في البرلمان كانت أسيل العوضي، من أشهر أقسام الفلاسفة في الوطن العربي قسم الفلسفة في جامعة الكويت. جميل. وأنا أدرس الآن في الجامعة الأردنية، أيضا الجامعة الأردنية من أهم التخصصات عندهم قسم الفلسفة. جميل. هل للفلسفة دور في الحركة الثقافية تعتقد؟ الفلسفة للأسف الأديب. المجتمع العربي عموما هي مادة منبوذة، وهو مجال يعني بعيد كل البعد عن اهتمامات وهوايات وطموحات الشباب العربي، وللأسف لا يدرك أهمية الفلسفة إلا النخبة، والنخبة عاجزة أو عاطلة أو أحيانا متعمدة في تهميش هذا التخصص للناس، وكأن النخبة راضية أن لما يكون الفلسفة مادة للسخرية أو مادة للغباء أو مادة للمعقدين كأنهم جايز لهم الوضع، ولكن هذا حقيقة مخالف في الفلسفة. يعني حينما نتكلم عنها قد يكون بعض عنده حساسية من الفلسفة، وأنت تعرف من قال عنها فلس وسفه، وبعضهم من قال لا يتم التعليم في أو لا يخاض في هذا المجال إلا تكون قوي وتكون متأصل أو كذا، وبعضهم قال لا تخوض فيه، وبعضهم يعني إلى آخره. هل في يعني طريقة معينة أن الواحد يتعلم ممكن واحد يضره إذا دخل بشكل غير جيد؟ هو الخشية على خشية من تعلم الفلسفة يكون دائم في إطار عقائدي. نعم. وهذا مجال كبير لا يمكن أن تخوض فيه، أنت عارف يعني. نعم. الموضوع هذا موضوع متسع ويحتاج إلى متخصصين ولا يعرض للعامة، عامة الناس البسطاء. نعم. لأن البسطاء قد يخوض في الأمور العقائدية أو يخوض في الأمور الفلسفية ويتوه بين البحرين، خلينا نقول راح يقف بين البحرين. ما في محاذير في تعلم الفلسفة وقراءة الفلسفة، ولكن المحاذير في أنك تفهمها بصورة غير المقصود. نعم. منها أنت عارف يعني حتى مشكلة العالم العربي والعصر الثقافي أن تؤول النصوص تأويل غير صحيح، فصار هناك عندنا تطرف، وصار عندنا جهل، وصار عندنا بعض القضايا المهمشة هي أساسا قضايا أصيلة أو مهمة أو قضايا ضرورية آنية
للمجتمعات العربية. وللأسف أن النخبة هذه اللي تحاول أن يعني تستبعد الفلسفة النخبة من نوع ثاني، والنخبة أيضا الفلسفية اللي تحاول محاربة التيار الآخر، لو يتصالحون ممثلين هذه النخبة. هناك فلسفة إسلامية، فلاسفة في إسلاميين، هناك من درس أو حاول أن يجمع بين هذا وهذا، أو حاول أن يؤطر أو يفهم ويدرك وكذا واستفاد منها. على كل حال هو باب كبير، هو باب كبير، وأنا ودي أفتح وياك بس أتوقع مقابلة تخلص. إيش رأيك نخفف يعني هذه الحدة وننتقل إلى فقرة الفنجال؟ نعرف إحنا شنو فنجالك. راح نأخذ أذكر لك بعض المسميات أو بعض الكلمات وأنت تختار منها. والله خلنا نبتدي أول شيء خير الأمور أوساطها. لا لا أنا بقول لك وأنت اختار سم هذا، يعني أنا بقول لك كلمات الأدب والشباب. كم تعطيه في الكويت؟ كم رقم كم؟ والله قلت لك الأدب في الكويت هم بعد راح أخذ الوسط، أنا ثابت طيب. على الرقم الوسط. الشعر في الكويت؟ لا الشعر رقم يعني واحد أتوقع. الشعر في الكويت واحد؟ لا واحد، أنا الواحد هو الأقل الخفيف، ثلاثة الأثقل. بس أنا المشكلة أحبها خفيفة. أنا عندي هذا عاد شيء ثاني. لا خلاص خلنا على ثلاثة. نخليه على ثلاثة. اثنين الروايات. الروايات الكويتية. والله الروايات فيها كلام. عطني رقم وبعدين نمسك الكلام. إيه فيها مجال. لا لأن من وجهة نظري أيضا راح أثبت على وسط. وسط اثنين. نعم. طيب. جودة المنتج الثقافي. ثلاثة في الكويت قصدي. في الكويت ثلاثة. ثلاثة. هذه وجهة نظري. أنا خلنا نبدأ من النهاية. أنت يه. قلت الروايات اثنين وبعدين جيت على جودة قلت لي ثلاثة. يعني كنا عندك كلام بتقوله في الروايات بعدين لما جيت للجودة أعطيتها ثلاثة. نعم. ما تشعر أن هذا فيه نوع من التناقض؟ لا لي قصد فيه، أنا ما اخترت. زين. عطني الجودة. لا أنا أقول لك. خلنا نبتدي ليش اخترت الوسط في نوع الروايات. اولا الروايات مجتمع الروائي في الكويت، مجتمع الروائي في الكويت مجتمع نشيط ومجتمع متميز، ولا يمكن ان نقول عنه اقل من متميز، ولكن للاسف هناك تركيز على مجال معين اللي هو مجال الرومانسي، في تركيز على المجال الرومانسي والاجتماعي ايضا حقيقه. لذلك تشوف ان عندنا احنا القضايا الاجتماعيه نشيطه في المسلسلات والبرامج والمجلات والصحف، وايضا بالتويتر تلقى كل الموضوع كله اجتماعي او موضوع رومانسي. في عالم الروايات في عوالم للروايات، في عالم الروايه التاريخيه، في عالم الروايه البوليسيه، في عالم الروايه التاريخيه. يعني شوف كم عندك انت مجال. نعم ما اقول لك مجال، في عوالم مفتوحه. نعم. زين. وفي عندك الروايه يعني او المسرحيه الشعريه، في الخياليه، في البوليسيه، في هذه يعني كل الفانتازي، هذه قصدك يعني الخيال العلم تقريبا، هي قريبه من الخيال العلمي والخيال. نعم. يعني هي بالاخير حالات انسانيه او حاجات انسانيه يتم عكسها من خلال القلم. زين. في اشياء لا ما نقدر نقولها، يعني تعتقد احنا ركزنا في جانب معين تقريبا. نعم. ولكن من ناحيه الجوده لا، عشان كذي اعطيتها بالجوده مره رقم ثلاثة. هل تعتقد ان الروايات عندنا فيها جوده ولا تحس ان نعم انا يعني بعضها نصوص قد تكون هل يعيبها اللغه اللهجه العاميه؟ هذا موضوع ثاني، هذا بعد هذا جدال اثار جدال كبير. شوف انت لما تكتب العامية انا خلني اكلمك. انا اكلمك طبعا اكيد كل كلمه محسوبه علي. نعم. لكن نعم. رابطه الادباء دائما تدعم من حق اللي يكتب في الروايه العاميه، هذا من حقه. نعم. ولكن رابطه الادباء في انشطتها المختلفه في داخل الرابطه دائما تعتمد على اللغه الفصحى فقط، ولكن لا يعيب الكاتب ان يكتب الروايه فصحى ولكن الحوارات باللغه العاميه. نجيب محفوظ كتب أحلام مستغانمي، كتبت مؤلفين نص مؤلفين. نعم. الكويت كتبوا في هالمجال هذا، وكان في وقتها حينما بدأ هذا الفن وهذه الطريقة كان في سخط في نوعا ما، ولكنه درج في ذلك الوقت أنه يدخل الحوار باللهجة العامية أساس تبين يعني بيئة الرواية أحيانا. وهذا يعني إذا يبونها واقعية لازم. نعم. لابد في كم. نعم. كلمة تكون موجودة، ولكن في ناس إلى اليوم ترفض أن تكون كلمة عامية. أنا ودي أروح معاك الأدب والشباب والشعر، وحنا نقترب من الفاصل، لكن قبل الفاصل سمعنا قصيدة.
طيب الشعر. انا راح اقول لك قصيده فصيحه وان شاء الله انها يعني تحوز على اعجابك واعجاب المشاهدين. سقى الله دارا في بلادي عزيزة، علي بقطر من غمام السحائب، أتوق إليها والدموع سواكب، ومن لا يتوق بالدموع السواكب. أحن إلى درب يؤدي لبابها، ومن خلفه الحسن المصان بحاجبي، عروب عطوف والخصال حميدة، كريمة نفس وهي بنت الأطايب. يقولون في الدنيا الأعاجيب سبعة، وقلبي أسير أم سبع العجائب. سلام عليها كلما الشمس أشرقت، عليها بنور مثل لون الذوائب، تصافح خدا والعيون لوامع كنجمين تاها في شعاع الكواكب. سلام عليها كلما الليل زارها زيارة محبوب بثوب المعاتب. الله صح لسانك، صح بدينك، صح لسانك. ونتابع معكم مع أديبنا وشاعرنا بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. عدنا أعزائنا المشاهدين والعود أحمد مع أديبنا وشاعرنا الأستاذ محمد حمود البغيري، حياك الله. الله يحييك. يعني سمعتنا قصيدة جميلة في يعني بالفصحى، وأنت تكتب الشعر النبطي والفصيح. نعم. خلنا نأخذ الشعر في الكويت، أنت أعطيته يعني رقم 3. نعم. أنا ثابت على هالشيء هذا، ولا أعتقد أني متحيز للكويت يعني أو شعراء الكويت، فأنا يعني مو أشعرهم ولاني يعني نجم في مجال الشعر أصلا، ولكن هناك شعراء في الشعبي وشعراء في أيضا بالفصيح لهم وزنهم في العالم العربي وفي الخليج العربي، لهم طريقتهم، لهم مدرستهم، لهم اتجاهاتهم. أظن أن الساحة الشعرية في الكويت فيها ذاك الزخم اللي أثر حتى على الدول الأخرى. نعم. الدول العربية الأخرى. ويعني شو السبب؟ المناخ، مناخ الديمقراطية في الكويت، هذا واحد. اثنين، قوة المؤسسات الإعلامية. أغلب المؤسسات المشهورة أو اللي القادرة على صنع نجوم شعراء في الساحة هم المؤسسات الكويتية. نعم. من أيام المجلات ومن أيام القنوات، حتى المنتديات والحسابات في تويتر والفيسبوك والإنستغرام، كلها حسابات كويتية الغالب. هذا فقط يعني في النبطي او ان حتى الفصيح، حتى الفصيح تحس انه في شعراء، في شعراء، في شعراء وشباب بعد، وفي شعراء كبار يعني، مو يعني نستذكر مثلا، وانا ما ابي استذكر والله، لا انسى احد، لان في رابطه الادباء الاغلبيه عدد كبير من عدد الشعراء. كبير في رابطه الادباء ويشاركون في الانتخابات ويشاركون في الندوات، وحتى تخيل استاذي الفاضل احيانا كبار في السن يحضر في الندوه ويشارك ويوجه الشباب، يعني شباب يعني توه بادي في القصيده، ويوقف له على الكلمه ويعلمه ويمشي معاه يعني بصدر وسيع. جميل. فهذا يعني محسوب. يعني انا سالتك سؤال وانت مسترسل، يمكن الشعر الفصيح هل تعتقد انه هضم حقه في وقتنا الحالي ولا قادم بقوه؟ والله كخواطر وكقصائد نثريه ونصوص ماخذ حقه، ماخذ حقه، ماخذ حقه، بس كقصيده عموديه، كتفعيله وقصيده عموديه في بعض التردد عند البعض، في خوف قد يكون. اي، لان شوف انت تتكلم عن الناحيه اللغويه، لازم اللي يكتب شعر فصيح عمودي لازم لغته يكون قويه، ومهما كانت لغته قويه يحتاج الى مراجع. طبعا اذا في ناس عاد المتمكنين جدا ما يحتاجوا مراجعين نحويين، ولكن في ناس عندنا يكتبون بالسليقه والسليقه المتميزه، السليقه المبدعه، شاعر مطبوع، هناك من الشعراء المطبوعين يعني تجده ما شاء الله ينطلق. نعم. الشباب والأدب أعطيته رقم 2. أعطيته رقم 2 طويل العمر، لأن أنا يعني من وجهة نظري أن الشباب نفس الرواية، نفس اتجاههم يعني منحصر على الأدب الرومانسي. في احيانا ان واحد محكوم مثلا ما يبي يقدر يكتب في المجال مثلا السياسي او مثلا المجال الديني بحكم توجهه او مجال سياسي بحكم عمله، او
ولكن عنده قدرة على الكتابة. في مجالات قادر أن يطرقها لكن لا يطرق إلا المجال الرومانسي. في عندك الأدب الاجتماعي ولو أنه موجود وبقوة، لكن أتكلمك على الشباب يعني، أن الأدب الاجتماعي النقدي الذي ينتقد الظواهر الاجتماعية ليتكلم بجرأة في مناخ ديمقراطي، إحنا قادرين أن نتكلم بأي كلمة، في ننتقد أي مؤسسة. وزارة الإعلام في الكويت ترعى الشباب من كل الاتجاهات والأطياف الفكرية، فهذه فرصة للشباب أنه يقدم في الرواية التاريخية أو في الرواية الخيال العلمي والفانتازي والأمور هذه. يعني في فرصة أو فرص حقيقية. يعني أستاذ محمد، يعني مكانك في الرابطة ورئيس اللجنة الثقافية في رابطة الأدباء، هل عندكم خطوات بالنسبة لك؟ هل هناك تجد خطوات سواء كانت في الرابطة أو غير الرابطة، أن ننتقل من 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5؟ في مجال كبير الرابطة تجتهد في مجالس إدارتها السابقة وفي المجلس الإدارة الحالي، في اجتهاد حقيقي وملحوظ، مو لأني أنا عضو فيه، إحنا نشوف ردة الفعل. يعني هناك يعني جانا الحين مؤخرا يعني وصلنا دعم سخي زين من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وسمو رئيس مجلس الوزراء أنا أسميه سمو الأديب، لأن أحيانا يناقشنا، وحتى لما قابلناه آخر مرة يناقشنا بالشعر ويحب الأدب ويحب الفكر ويحب الـ ولا أدري يعني هو يعني الشيخ سعاد أيضا قدمت لنا دعم سخي، والشيخ سعاد قالت لنا بالحرف الواحد في قصر البيان، قالت لنا لأنكم أظهرتوا الرابطة وأنشطة الرابطة، لذلك إذا احنا القيادة السياسية من سمو رئيس مجلس الوزراء من الشيخ سعاد الصباح وأيضا سمو الأمير في مشروع الشباب الوطني قال لي أنا بالحرف الواحد يتابع الشعراء، شي يصير لك الشاعر حمود بيحب يقرأ قصائد وكذا. فإذا احنا القيادة السياسية مهتمة في الشعر، مهتمة في رابطة الأدباء، مهتمة في كل المنتديات الأخرى، لذلك فرصة لنا أن في رابطة الأدباء أن نكون جادين حتى علشان المؤسسات الإعلامية اللي أنتم يعني في هاللقاء هذا هو دعم لنا في الرابطة، راح نقدم إن شاء الله ما يعني ما يليق في أدباء يعني الكويت. يعني حريصين على التعاون معكم ومع غيركم من الجهات المهتمة بالثقافة خاصة في برنامجنا، لأن هذا يعني هاجس للدولة أن يكون هناك يعني عطاءات ونتاج شبابي جميل عند الشباب. إحنا بنأخذ المؤلفات اللي أنت يعني ألفتها، يعني نبي سرد لمؤلفاتك اللي كتبتها. أنت كتبت في تبي بالترتيب ولا عطني بالترتيب لك. ولكن بشكل سريع لأن الوقت يسرقنا والحديث جميل بإذن الله. إن شاء الله الرواية الأولى 2006 رواية ضحية رأي، حين تمتزج الرومانسية بالفكر والسياسة، قضايا نقدية اجتماعية سياسية. كم لي دقيقة أول شيء عشان الوضع انتقل للثانية. زين الثانية على طول عاصفة في أروقة الجامعة، وهو كتابة مشاهدات واقعية وتجارب شخصية عن جامعة الكويت، الحياة النقابية والسياسية والعلمية. الكتاب الثالث 2008 مملكة الكويت الديمقراطية. الكتاب الرابع القبيلة والسلطة، دراسة في الحراك السياسي القبلي في الكويت، وهو دراسة عن الماجستير، رسالة الماجستير، ملخص رسالة الماجستير في جامعة الشرق الأوسط عن العلوم السياسية، وأيضا هناك رواية رؤية لميس، والعمل الأخير هو رواية عاشقة الورد. الحب النبيل يصنع المجد العظيم. فقلنا نختتمها برومانسية. يعني أنت تنقلت في من أكثر في يعني من مجال، دخلت تكلمت في السياسة، حتى الرومانسية دخلتها في السياسة، هي بين الرومانسية والسياسة، ولي حوارات فلسفية بسيطة سطحية يعني يعني أو مبسطة في رؤية لميس. نعم، نأخذ معك رقمين، يعني إذا بتأخذ واحد أو اثنين أو ثلاثة، حتى نأخذ معك ما نسميهم نقد، نسميه سؤالين. والله إذا سؤالين تبي باللي أنا القهوة اللي أحبها ولا كيفك لا خلونا أحسن عشان لا تقولون إني أنا بخيل وياكم. اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة. خلط بين يعني من البعض، البعض ينتقد خلط الشاعر بين النبطي والفصيح، يعني يتكلم فصيح ويكتب نبطي، يعني ودك بعضهم يقول يا أخي امسك لا تدخل على مجال غيرك، سكت جادة واحدة. إيه
والله انا يعني انا شاعر، انا وش ما كتبت الفصيح اللي صار لي سنه ونص او سنتين. اما الشعر الشعبي كنت اكتب من ايام الثانويه. ولكن انت عندك تعبر بشيء، تقول شيء، لانه الشعر هو من شعره، من شعور، من وجدانيات. فانت اذا شعرت وتقدم هذه المشاعر وهذه الاحاسيس اللي عندك الصادقه، او حتى اذا كانت محاكاه لمشاعر او مواقف وقضايا ناس ثانيين غيرك، فانت بالحاله هذه يعني تحاكي نفسك وتحاكي يعني مشاعر انسانيه، وحده انسانيه شامله في الوجود. انا وياك الحين باللقاء احاول اتكلم فصيح، احاول اتكلم شعبي عشان نخاطب المشاهدين. يعني احد كلمك في يعني من اهل الشعر الفصيح قال لك تعال انت داش علينا، ايش دخلك قبل سنه ونص داش عندنا؟ احد يعني جاك نقد على هذا ولا ترى انها متاح للجميع؟ انا على فكره انا مؤيد ومثلك واكتب الفصيح والنبطي، يعني ما مثلك يعني، لكن العكس هذا نقد يعني. هذا يسعدني، هذا نبيك بالرابطه ويانا بعد، يعني تشرفنا والله في الرابطه. هذا طال عمرك انا ما حد كلمني والله الصراحه، وفي ناس قالوا لي ولا هي يعني ترفع يعني لا سمح الله، ولكن قالوا لي بالعكس هذه ميزه. نعم جميل، فالحين تشاركني. وانا سمعت منك قصيده جميله يعني ما شاء الله. الله يخليك. كتابتك في أكثر من فن وأكثر من هذا الفنجان اللي اخترته، ما تحس أنك خلطت وابتعدت عن تخصصك الأساسي؟ ولا كونك أنت أديب فمتاح لك؟ لا شوف، أنا هذا السؤال ممكن أشوفه هو اللي يعني سألت فيه أكثر من مرة حقيقة. بالشعر كانوا يقولوا لي ميزة أنك تكتب شعبي فصيح، ميزة وأنك شاعر محاورة بسيطة يعني صغيرة، يعني سهلة عندك المحاورة نوعا ما. لكن هذا السؤال اللي انت طرحته هو السؤال الشرعي اللي انا دائما اسمعه، انك غيرت تخصصك. اولا انا دراستي في الجامعه والماجستير في العلوم السياسيه، فانا ما ابتعدت. هذه دراستي، البحوث السياسيه دراستي. ثم عملت في الاعلام في جريده القبس ايام بعد دراستي، 5 سنوات في القبس وجريده افاق الجامعيه. فانا اشتغلت في المجال الاعلامي اضافه الى عملي في ديوان رئيس الوزراء في قسم الصحافة، في الإدارة الإعلامية قسم الصحافة، فأنا في الإعلام، فما ابتعدت. جميل. تربيتي في العمر هذا من الصغر عند بيت حمود البغيلي، وبيت أمي تكتب كم بيت وبويتات، وجدتي شاعرة وجدتي الثانية شاعرة وعمي شاعر وأخوي شاعر، يعني وشعراء ما شاء الله. هذول شعراء شعبيين. نعم. الشيء المستجد علينا اللي طرأ جديد علينا اللي هو الشعر الفصيح، أقول لك هذا اللي هو أنا مستجد فيه. لكن الكل اذا يستغرب، يعني ما لوم احد يستغرب، انت تكتب في السياسه وتشتغل في الاعلام وتكتب يعني الشعر الفصيح وشعبي وتكاتب روايات، وهذه الروايات ايضا مستجده، ولكن هي من الادب يعني، في هي الأدب. نوع من الادب يعني. احنا سعدنا بهذا اللقاء استاذ محمد، وانا اسعد واستمتعنا في هذه اللحظات التي انسحبت سريعا، وان شاء الله يعني نلتقي وياك في لقاءات اخرى ان شاء الله. انا شاكر لك وشاكر الفريق الاعداد وشاكر القناه الكويت تلفزيون دوله الكويت على هذه الاستضافه الكريمه. بارك الله فيك، ولكم انتم اعزائي المشاهدين شكرا لكم، كونوا معنا الفقره القادمه. حياكم الله اعزائي المشاهدين، فقرتنا اليوم صندوق الكتب، كتابنا اليوم كتاب مميز، انتقلنا أو ذهبنا إلى الأطالس. أطالس ومثل أطلس التاريخ العثماني، هذا الأطلس للأستاذ سامي المغلوث من مواليد الإحساء. سامي المغلوث يعني تخصصه تاريخ وأيضا تخصص مساند في الجغرافيا، يهتم بالأطالس طبعا على غرار كتب حسن مؤنس وشوقي خليل من الأطالس المعروفة الجميلة. له تقريبا 20 أطلس، وله مجموعة من الكتب المؤلفة أو المشارك فيها، وحصل على جوائز كبيرة. هذا الكتاب بالذات يعني طبع في الكويت قبل سنتين، وحاز على المركز الأول في المبيعات في المعرض حينما عرض المعرض الإسلامي. الكتاب جميل، يأتي بالصور ويأتي يعني بالأماكن التي وقع فيها التاريخ، خرائط يستخدم فيها، خرائط ويستخدم فيها أيضا بعض القضايا البيانية للمعلومات، حتى يعني يوضح للمشاهد أو للقارئ يعني كيفية التحرك والتاريخ وربطها نظريا وبصريا بشكل جميل ومختصر ورائع. كتاب قيم لسامي المغلوث، وأنا جلست مع مؤلف هذا الكتاب شخصيا وأخذت معه وتحدثت معه، ولديه من المشاريع القادمة شيء الكثير. هذا الكتاب
سيترجم الآن حاليا وسيؤخذ في أيضا في تركيا ويعرض ويحول إلى برنامج، سيحول إلى برامج أيضا، ولديه مجموعة كبيرة من الكتب، كتاب قيم وكتب سامي المغلوث وأطال الأستاذ سامي المغلوث مميزة وجميلة. أدعو الشباب أنهم يقرؤون لأنها تحول التاريخ إلى صورة ذهنية قريبة وممكن أن يأخذها الشاب وترسخ في ذهنه وتقترب إلى مخيلته الحالية، ويعرف أيضا الأماكن القديمة وما هي أسماءها الحديثة وأين تقع، ودائما يقارن بين بعض الأحداث ويرجح الأفضل ويزور بنفسه المواقع حتى يعرف ويوصل للقارئ يعني معلومة جميلة رائعة عن تاريخه وتاريخ أمته. كتاب قيم، اقرأه. سقى الله دارا في بلادي عزيزة علي بقطر من غمام السحائب، أتوق إليها والدموع سواكب ومن لا يتوق بالدموع السواكب. سلام عليها كلما الشمس أشرقت عليها بنور مثل لون الذوائب، تصافح خدا والعيون لوامع كنجمين تاها في شعاع الكواكب. شكرا، بارك الله فيك. أعزائنا المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى الفقرة الختامية وهي الفاتورة الثقافية، وهي معلومة ثقافية كما تعرفون. معلوماتنا اليوم تكلم عن اختراعات معروفة على مر العصور، يعني احنا نعرف المقص لكن احد يدري ان اخترع المقص قبل 1000 سنة قبل الميلاد في اوروبا الوسطى، الورق 1000 سنة قبل الميلاد في الصين، الشراب الفوار في 1772 في المانيا، الآلة الكاتبة في 1874 ايضا في امريكا، علاقة المعطف هذه العلاقة في 1903 أيضا اخترعها ألبرت أمريكي، والقلم الناشف وهو الختام ومتعلق في الثقافة والكتابة في 1938 لاديسلاو من هنغاريا. شكرا لكم، إلى حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.